منذ أن نالت البلاد استغلالها في العام 1960 شهدت العديد من المجالات تطورا ملحوظا، فمن ضمن المجالات مجال الاقتصاد الذي أولته الحكومات التي تعاقبت في حكم البلاد عناية خاصة نظرا لأهميته. ففي الفترات السابقة كان اقتصاد البلاد يتركز على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما العمود الفقري للإيرادات المالية. بعد الاستقلال في 11 أغسطس 1960 كان الأمر السيادة السياسية تتطلب أن تدعم بقوة اقتصادية، وبالتالي دولة تشاد منذ ذلك الزمان واستمرت إلى ما قبل استخراج البترول كانت دولة تشاد تعتمد بشكل رئيسي جدا في تصدير المواد الخام، سواء كانت هذه من المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية. أما الطفرة الاقتصادية التي كانت جد حاسمة في الاقتصاد التشادي كانت في العام 2003 بفضل الإرادة القوية لمشير تشاد الراحل إدريس ديبي إتنو، والتي تمثلت في استخراج البترول الذي غير حياة المواطنين نحو الأفضل في مختلف مجالات الحياة، ذلك من خلال تنفيذ العديد من مشاريع التنمية، حيث بناء المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، وكذا توفير مياه الشرب النقية للإنسان كما للحيوان، فضلا عن سفلتة الطرق الرئيسية التي تربط بين كبار المدن بهدف تسهيل عملية تنقل الأشخاص والبضائع وغيرها من المشاريع الطموحة للمواطنين بمختلف الأراضي الوطنية. الدولة التشادية في فترات ليست بالبسيطة استطاعت أن تستخدم جزء من هذه الأموال في توفير البنى التحتية، فنجد أن الطرق التي سفلتت بعد استخراج البترول كانت كبيرة جدا، نسبة معينة مشت في المدارس، في الجامعات، في 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 إنشاء مراكز، في بنى تحتية، نجد أن المرافق الحكومية، الوزارات زادت وتيرة التدريب للعاملين في القطاع العام. في نفس الوقت تم فتح مجال للقطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي. بالرغم من أن البلاد تتميز بأراضي زراعية خصبة والملايين من رؤوس الماشية بمختلف أنواعها ناهيك عن الحقول البترولية المختلفة، إلا أنها شهدت أزمة اقتصادية في العام 2016 استمرت 4 سنوات. هذه الأزمة طبعا هي ليست منفصلة وليست خاصة بتشاد، إنما هي لها أثارها الخارجية والتي انعكست على الوضع الداخلي في تشاد. طبعا الحكومة قطعت مجموعة من الالتزامات للداخل، سواء هذه الالتزامات متعلقة مع الشركاء الاجتماعيين كما يسمونهم، مع النقابات، مع كذا. هذا ومما يشار إلى أن الاقتصاد الوطني في تطور ملحوظ، حيث ساهم ولا زال يساهم في دفع عجلة التنمية لمختلف القطاعات، ذلك بفضل سياسة الانفتاح التي انتهجتها الدولة للتوجه نحو دول العالم من أجل الاستفادة من تجاربها في مجالات الاستثمار المتنوعة بغية إنعاش الاقتصاد الوطني.